عبد الله صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين ما خاب من تمسك بكم أمن من لجأ إليكم سادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أعز اصطباري أجرى دموعي وقوفي ضحى في بقاع البقيع قصيدة إلى السيد رضا الهندي رحمة الله عليه عندما زار البقيع لأول مرة أعز اصطباري وأجرى دموعي وقوفي ضحى في بقاع البقيع على عترة المصطفى الأكرمين وأمهم بنت طه الشفيعي هم آمنوا من كل خوف وهم أطعم الناس من كل جوع وهم روعوا الكفر في بأسهم على أن فيهم أمان المروعي وقفت على رسمهم والدموع تسيل ونار الجوى في ضلوعي وكان من الحزم حبس البكاء لو أن هنالك صبري مطيعي ليش ما تصبر يا سيد قال وهل يملك الصبر من مقلتاه ترى مهبط الوحي عاف ربوعي و
وقيمه يمنع الزائرين من لثم ذاك المقام الرفيع إذا هم زواره بالدنوم يذودونهم عنه ذودا قطيعي على قبور أهل البقيع دموع المحبين مسجومة قبور أهل العلا لكن حسافة غدت مهدومة قبر اللي احترق جوفه بسم جعده الغدارة قاس من الهضم والضيم حتى غابت انواره وقبر اللي مصاب حسين شبب مهجته نارا وعاين دور احبابه عليها تنعب البومه وقبر الباقر العنده علوم الانبياء كلها لكن من بني مروان كل شده تحملها وقبر الأسس المذهب والأحكام فصلها والمنصور سواها وقطع قلبه بسمومة بور مسوية بالقاع يا حالة القشرة وبس ينظر الشيعي إليها اختنق بالعبرة ورد يسأل الزوار وين اندفنت الزهراء يا عالم ما تدلوني على قبة المهضومة يلي محبتك واجب على كل فرد مفروضة خبريني بحق صدرك واضلاعك المرضوضة قبرك في البقيع يصير له صار بالروضة تعبت وتاهت الأفكار يا الدرة المعصومة ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم من الأمور التي تسبب الفرقة بين المسلمين وتسبب المشاكل هي مسألة تكفير الطرف الآخر
ولكن قبل الخوض في هذا الكلام احتاج إلى مقدمة، لأن مسألة هدم القبور هي نتاج للمد الذي يكفر الطرف الآخر. في اللغة لدينا مفردات وضعت لمعنى وتستعمل لمعنى آخر، أو يذهب الذهن عند سماعها إلى معنى آخر. فمثلا النصيحة، عندما نسمع هذا اللفظ فإن ذهننا يفهم معنى الموعظة، فلان نصح فلان، أي فلان وعظ فلان. ولكن النصيحة في اللغة موضوعة لمعنى آخر، وهو الطاعة والإخلاص. نصحت لأمير المؤمنين، أي أطعته وأخلصت له. نصح لله ولرسوله، أي أطاعهم وأخلص لهم، وهكذا. فإذا هناك ألفاظ موضوعة لمعاني، ونفهم منها معاني أخرى. من هذه الألفاظ التي تحمل أكثر من معنى وقد نسيء الفهم فيها ونخلط الفهم، هي لفظة الكفر. الكفر حسب ما جاء في الآيات القرآنية والروايات الواردة عن أهل البيت لها أكثر من معنى، فتأتي هذه المفردة مرة بمعنى العصيان، المعصية. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لو أخذنا معنى الكفر اللي في أذهاننا، وهو الطرف المخالف الذي لا يؤمن بوجود الله عز وجل، الجاحد لوجود الله، فإنه لا ينطبق على معنى هذه الآية. الآن يجينا إنسان مسلم مؤمن لكن ما يذهب إلى الحج، هل يطلق على هذا أنه كافر بالمعنى الذي في أذهاننا؟ لا. معنى آخر، رواية أخرى، بين الإنسان وبين الكفر ترك الصلاة. هل الكفر معناه؟ أكو عندك ناس تتهاون بالصلاة، ناس ما تصلي، هل نطلق عليهم معنى الكفر بمعنى الذي في أذهاننا؟ فهناك معنى آخر وهو المعصية. عندنا أيضا الكفر يطلق على معنى ثاني، وهو ماذا؟ جحد النعمة، عدم الشكر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فجاءت في قبال الشكر، ليس بمعنى الذي يذهب إليه أذهان. ووضحها بآية أوضح، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. كفرت أي لم تشكر، مو المعنى الموجود في أذهاننا. وإجي الكفر بمعنى الجحود، أي معرفة الحق ومعاندته، يعني يعرف أن الله عز وجل هو الخالق والأحد فرد الصمد، لكن يخالف، يجحد الحق، يعاند الحق، هذا يقولون كافر. أو يعلم أن أمير المؤمنين سلام الله عليه وأولاده على الحق وهم صراط الحق، يخالف، يعاند، هذا أيضا معناه للكفر. فالخلط بين معاني الكفر يسبب هذا التكفير والتناحر والعداء والبغضاء، هذا أحد الأسباب. زين الكلام طبعا إذا انجي إلى التكفير الموجود لدى الطائفة الأخرى، لكن قبل هذا أقول ترى مسألة التكفير ليست مقتصرة ونابعة من مذهب والدين معين، بل موجودة في جميع الأديان، موجودة في جميع الطوائف، جميع المذاهب، كل طائفة كل أمة لديها من يكفر الطرف الآخر، أو ما نطلق عليه المتطرفون. الآن نحن نفهم وتتضح لدينا صورة التكفير في المذاهب الأخرى، أو الطرف نقول المذهب السني موجود، فاهم انت شلون التكفير فيه وشايف واضح الصورة، ما تحتاج إلى توضيح. لكن كلامنا وين؟ كلامنا في التكفير في المذهب الشيعي، المد التكفيري في المذهب الشيعي، وهذا أمر خطير جدا. الآن نجي بعد المقدمة إلى الكلام في هذا، وهو أسس التعامل مع الطرف المخالف. لدينا طرف مخالف
إما أن يكون هذا الطرف المخالف ليس على دين الإسلام، مو مسلم، مسيحي، يهودي، غير ديانة أخرى، أو مسلم ولكنه لا يتمسك بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه، فهذا نسميه مخالف ليس معنا. زين، كيف أتعامل مع هذا الطرف؟ أسس التعامل التي وردت في القرآن الكريم وفي روايات أهل البيت وسيرة أهل البيت، كيف نتعامل معهم؟ لأن الآن اللي أبين هذه الأسس، أربعة أسس راح أتكلم فيما بعد وأطبق على الواقع. الأساس الأول هو أنه ليس كل من يخالفنا في النار، مو كل واحد يجي يوم القيامة ما يحمل ولاية علي بن أبي طالب فهذا في النار. وطبعا بحث علماؤنا في هذه المسألة، ولكن أنا أجيب لك الخلاصة النهائية، لأن هذا بحث أيضا يحتاج إلى كلام آخر، مجلس آخر. الخلاصة النهائية أن هناك من المخالفين، سواء من كان من غير المسلمين أو من المسلمين غير الشيعة، من لا يدخل النار. طبعا مثلوا إليه بأمثلة، ضعاف العقول، ضعاف العقول طبعا إلا المستضعفين، عبروا عنا بالمستضعفين، وتندرج تحت المستضعفين ضعاف العقول، مثلا من كان يبحث عن الحق ولم يصل إليه وكان يحمل روحا مسلمة، أي لو عرف الحق لاتبعه، وهكذا. الخلاصة أنه ليس كل من يخالفنا هو في النار. وأما إذا جئ إلى الحديث بتقول تفترق أمتي من بعدي 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فهو من الأحاديث غير المعتبر عند الشيعة، وهذا حديث ترويه العامة وليس موجودا في كتبنا الشيعية المعتبرة. زين، هذا الأساس الأول. الأساس الثاني في أسس التعامل مع الطرف الآخر، لا يوجد في سيرة أهل البيت أسلوب الخشونة وأسلوب الفحش وأسلوب العنف في الدعوة إلى الله عز وجل. في وقت الدعوة إذا واحد من الأئمة أو الأنبياء يريد أن يدعو إلى الله عز وجل، لا يستخدم هذه اللغة أو هذا الأسلوب. نعم، هناك نفرق بين التعاطي وبين الدعوة. التعاطي شيء والدعوة شيء. التعاطي من الإمام يكون وفق ما يقتضيه الموقف، أو يكون الطرف المقابل إلى نوعية خاصة. فشوف بعض الأئمة مثلا يغلظ في القول، يكون عنده غلظة شدة، ليش؟ هذا تعاطي وليس دعوة. أمثل لك، أمير المؤمنين يوم من الأيام يخطب على المنبر بعد قضية التحكيم، فأخذ يتحدث وإذا بالأشعث نهض فقال يا أمير المؤمنين هذه عليك لا لك، جايب الآن شيء هذا دينك وليس في إلك وليس في صالحك. يقول فأخفض أمير المؤمنين نظره إليه وقال له لعنك الله، عليك لعنة الله ولعنة اللاعنين، حائق ابن حائق، منافق ابن كافر، ما يدريك ما لي وما علي. بتقول ليش علي بن أبي طالب يغلظ في القول، يلعن هذا الطرف له الأشعث ثم يتهمه بالنفاق ويتهم أباه بالكفر ويتهمه بإحاكة المؤامرات؟ هذه شدة في الكلام، قسوة. طبعا هني هذا تعاطي وليس دعوة. أمير المؤمنين مو في مجال الدعوة إلى الله عز وجل، أمير المؤمنين في مجال تعاطي مع طرف منافق كان بقيامه وقطعه كلام أمير المؤمنين يريد الفتنة. فأمير المؤمنين بحسب هذا الموقف وبحسب هذا الطرف يتعامل معه بما يقتضيه الموقف. كذلك عندما تسمع الحسين يقبض على تلابيب مروان ويقول له يا ابن الزرقاء أتهددني أنت أم هو؟ لأن مروان ليس في مجال الدعوة، مو وجه أنت قاعد تدعو إلى الإسلام، وإنما يريد الفتنة، يريد الضرر بالإمام. فالإمام بحسب ما يقتضي الموقف يتصرف في هذا. الدعوة تختلف، لا، الدعوة لا تجد المعصومة يتخذ هذه الأساليب فيها، ولو
وردت لدينا رواية أو حادثة عن سيرة أحد المعصومين فيها هذا الأسلوب من الشدة والغلظة وهو يدعو إلى الله عز وجل، نكذب الراوي ونكذب القصة. ليش؟ لأن تعارض القرآن الكريم. القرآن يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. زين، وعدنا في الروايات التي وردت الحديث الذي يأتيكم اعرضوه على كتاب الله، فإن وافق فخذوه وإن خالفه فردوه. والقرآن يأمر أن تدعو بالحكمة باللين، فبما رحمة من الله لنت لهم. فإذا هذا الأساس الثاني، وهو أنه لا يوجد في سيرة أهل البيت عليهم السلام في الدعوة إلى الله عز وجل أسلوب العنف والشدة والقسوة. الأساس الثالث هو لا يتعامل أهل البيت مع الطرف المخالف بالأذية، لا موجب لأذية الطرف المخالف. خالفني في رأيي في عقيدتي، لكن لا يوجد باعث لأن أؤذيه. نعم، يكون هذا الطرف قد يجهر بالعداء ويعلن الحرب، هني بعد أنا واجب علي أخذ الأدوات الدفاعية، لكن أنا ابتداء لا. يعني مثلا تروح لو جماعتنا كظواهر يعني شوي مخالفة، يروح مثلا يجيب حلقة العزاء يحلق صوب بيت واحد من العامة، تروح مدينة حمد وغيره. ليش؟ قال لأن هذا مو يانا، نحلق العزاء هني صوب بيتهم عناد. هذا ليس من سيرة أهل البيت. زين، لذلك شوف لا يؤذون حتى من آذاهم. وتسمع قضية الإمام الكاظم، لو أنا أمثل من روايات أهل البيت وحوادث وسيرتهم كثير قضايا، أمثل بالقضية اللي صارت في زمن الإمام الكاظم، اللي رجل عمري جاء وشتم الإمام سلام الله عليه، فقام أصحاب الإمام وعزموا على قتله، فنهرهم الإمام زجرهم، ثم سأل عن الرجل أين يعمل، قال له هذا عنده أرض زراعية برا المدينة نواحي المدينة. فركب الإمام حماره أجلكم الله متلثم، فلما بصر العمري بالإمام من بعيد جاء دخل المزرعة، فقال له يا هذا، ما يعرف أن هذا الإمام، يا هذا لا تخرب زرعنا لا تطأه. فالإمام ما كان يسمع، إجا إلى أن وصل إليه ونزل وأخذ يضاحكه ويلاطفه، قال له كم غرمت في زرعك؟ قال 100 دينار. هذا كلفني 100 دينار. قال وكم ترجو أن تربح فيه؟ قال لا أعلم الغيب. قال قلت لك كم ترجو، يعني مو كم تتنبأ، قال أرجو فيه 200 دينار، أتمنى أن أخذ فيه ربح 200 دينار. يقول الإمام طلع إليه 300 دينار وأعطاها إياه، وقال له هذا زرع، هذه 300 دينار وزرعك على ما هو، ورزقك الله ما ترجو فيه. ثم كشف عن لسانه، وإذا شاف أن هذا موسى بن جعفر، تعامل غير، أنا مأذننا الآن، شات منه معرض به. فراح هذا إلى المسجد ينتظر، فلما قدم الإمام سلام الله عليه قام على قدمه وأشار بيده أمام أصحابه، قال الله أعلم حيث يجعل رسالته. إجا الإمام سلام الله عليه، دول متعجبين أصحاب الإمام وأصحاب هذا الرجل، فقال لهم الإمام أيهما خير، ما أردتموه به أم ما أردته أنا؟ استخدمون الأئمة الأسلوب الحسن مع الطرف المخالف، لا موجب لأذيته إلا أن يعلن الحرب ويجهر بها. هنا بعد بحسب التكليف يكون دفاع. زين، الأساس الرابع من أسس التعامل مع الطرف المخالف هو استعمال مبدأ التقية المداراتية. عندنا التقية على نوعين، تقية مداراتية وتقية خوفية. التقية الخوفية واضحة، وهي أن أخفي اعتقادي خوفا من الضرر. أعرف إذا رحت مثلا المدينة
وسويت مثلا جهرت بعقيدتي سجنوني مثلا أو يضربوني أو يقتلوني أو ما شابه من الضرر الذي يحدث، هذه يسمونها تقية خوفية، فأخفي خوفا من الضرر. عندنا تقية مداراتية أيضا، وهي تقديم الأهم على المهم، قدم الأهم على المهم. كيف مثلا؟ الآن من المهم أن أصلي على تربة الحسين، مهم هذا، ولكن الأهم أن لا أسبب تناحرا وفرقة بين المسلمين. عندنا أهم ومهم، فأيهما يقدم؟ لذلك ذكر كثير من فقهائنا أن نصلي معهم ونحضر جنائزهم ونعود مرضاهم. هذه مو خوف، مو جبن، لا، تقية المداراتية علمنا إياها أهل البيت عليهم السلام، وهم أشجع الناس. قالوا لنا هذه التقية المداراتية تقديم الأهم على المهم. زين، فأمام هذه الأسس الأربعة الآن أعيدها وألخصها على السريع: ليس كل من يخالفنا في النار. ثانيا، في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل لا نستخدم أسلوب الشدة والعنف والغلظة والقسوة، ونفرق بين التعاطي والدعوة. الأسس الثالث: لا موجب لأذية الطرف المخالف. الأساس الرابع: أن نستعمل مبدأ التقية المداراتية. وين الكلام الآن؟ الكلام مثل ما بينت لك في البداية عن التطرف الشيعي، الآن هذا الكلام أنا ذكرته في أكثر من مكان والبعض تضايق منه، لكن أنا مجبر وملزوم أوضح الحقيقة، لأن أكو هناك من هو مضلل. زين، الآن أكو هناك قنوات تلفزيونية شيعية تنسب إلى التشيع، ولكن هذه القنوات لا تطبق هذه الأسس الأربعة بل تخالفها. ما عدها الأسس الأربعة، ماكو كلش. اللي يسميهم التشيع اللندني، التشيع الأمريكي، هذول القنوات لا توجد هذه الأسس الأربعة. وضح. الأساس الأول: كل مخالف عندهم هو في النار، ماكو بعد. إذا مو شيعي هو في النار. الشيع، بعض الشيعة في النار، مو بعد إلا مو شيعة، كلهم في النار، ليسوا على خير. هذا الأساس الأول. الأساس الثاني: لا توجد هناك من الأساليب الحسنة أبدا في هذه القنوات. كل أي واحد يتصل التهمة بارزة: أنت بكري، أنت عمري. والبعض شاف هالقنوات، ما يحتاج أصرح بعد، أنا بعد البث فضائي وغربلون، تعرف أنت بكري أنت عمري. من مجرد يتصل طرف مخالف وتشوف أنت غلظة، شدة، شتيمة في بعض الأحيان، هذه غياب للأساس الثاني. الأساس الثالث أيضا مع الأساس الثاني: فهم يؤذون من يتصل إليهم، من يناقشونه، من يحاورونه من الطرف الآخر، ماكو أبدا. الأساس الرابع أيضا: لا توجد تقية مداراتية أبدا، لا توجد. ويدعون طبعا أن نشر التشيع ونشر مذهب أهل البيت هو من الشجاعة. طبعا احنا هني انا يمكن ما بينت لك الى نقطة مهمة، ترى هم مثل ما انا في مسألة التعامل وعدم أذية الطرف الاخر والتقية المداراتية وغيره، وهذه الاسس ايضا يجب ان لا اتخلى عن مبادئي. عندنا مبادئ، وهي التبري من اعداء اهل البيت، لعن اعداء اهل البيت، وعندنا روايات معتبرة صحيحة في البراءة في اللعن، ما نقدر ننقضها. لكن وين الكلام؟ الكلام: من الذي يستحق اللعن؟ منو؟ يعني الحين بالله عليك، الحين جبت واحد مثلا من أندونيسيا أو ماليزيا مسلم ما يعرف، يمكن ما سمع باسم أمير المؤمنين، هذا أساوي بمروان؟ ما يصير.
أبدا. طبعا اقرأ في التوسع، اقرأ بحث المكاسب للسيد الإمام الخميني رحمة الله عليه، بشوف هناك بحث موسع، وأيضا السيد الخوئي في مسألة مصير المخالفين الأخروي. لا يمكن أن أساوي، ما أتخلى عن مبادئي في التبري من أعداء أهل البيت، لكن من الذي يستحق البراءة منه ومن الذي يستحق اللعنة عليه؟ هني إذا الجماعة هناك ما يفرقون، كل من يخالفنا ملعون، كل من يخالفنا يجب أن نتبرأ منه، وهم الشجعان. نشر مذهب أهل البيت شجاعة ترى عندهم، وقاعد في لندن براد وما عنده حار ولا خطر وأمان، وقاعد يتكلم ماكو مشكلة عنده. والأزيد من هذا، اجي شوف مثلا رجال الله حزب الله يواجهون إسرائيل بقوة بالسلاح وينتصرون، إيران اللي عليها العالم كله يواجهها ويحاصرها، هؤلاء عندهم فسقة. فسقة ما أجيب أنا كلام من عندي، أطالع في قنوات واسمع اسمع بس. وهم هم الشجعان فقط، لأن ليش أنت تترك التقي، لأن أنت تمارس التقي. إنزين أهل البيت هم أشجع الناس، أنت مو أشجع من علي بن أبي طالب؟ يعني أمير المؤمنين عاش يمكن 25 سنة تقريبا في حكومة ظالمة بعد وفاة النبي، كل يوم طلع وتبرأ ولعن أمير المؤمنين، خوف عنده يعني ما طلع، لزم داره خائفا وهو أشجع الناس؟ لا والله. لكن هناك فرق بين الدعوة والتعاطي أيضا عند علي بن أبي طالبك، توازن. هذا خصائص هذا الفكر، سواء كان طبعا شيعيا غير شيعي، مثل ما قلنا الفكر المد التكفيري غير مقتصر على مذهب دون مذهب، دين دون دين، له خاصيتان مهمتان واضحتان. الأولى أنه لا يحترم مقدسات الآخرين، ما عنده احترام، وهذا مهم ترى، أن أحترم مقدسات الطرف الآخر. مثل ما أنا ما أرضى أحد يتعرض إلى مقام السيدة الزهراء، ما أرضى، ولو واحد يتعرض إلى الزهراء هذا طبعا يهدر دمه، هم أنا لا أتعرض إلى مقدسات الطرف الآخر. ليش أرمي تلك المرأة بالفاحشة؟ ليش؟ مع أنه يخالف عقيدتنا، لا يمكن أن نرمي عرض نبي من الأنبياء بالفاحشة بالزنا. الله طهر عرضه، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إي نعم، يكون عندنا مواقف عليها، مثلا في مواقفها السياسية، مخالفتها إلى إمام زمانها وغيرها، هذا شيء ونذكره، لكن أن أتهمها بالزنا وغيرها، هذا النبي منزه عنه أبدا. مثل ما أنا ما أرضى على الزهرة، خلي الطرف الآخر لا أرضى عليه. زين، أيضا الأمر الآخر، الخاصية الأخرى في هذا المد وهذا الفكر، لا يجعل كرامة لإنسان، ما عندك أبدا، سواء تكفير شيعي أو غير. إذا بنجي إلى الجماعة دلين، السيد الإمام موزين، الدكتور الوائلي موزين، الشيخ بهجت موزين، وطبعا يقولون كلمات، أنا قلت موزين وإلا هم يصفون صفات زين. فلا لا يجعلون كرامة للإنسان سواء كان شيعي أو غير شيعي. لذلك تعال شوف أعداء أهل البيت لم يجعلوا كرامة لأهل البيت. ليش؟ لأن من هذا النمط. إيش سووا في الحسين؟ إيش سووا حيا أو ميتا؟ قتلوا الحسين. بعد مثلوا بجسد الحسين، أوطأوا الخيل صدره وظهره. زين، بعد دفن الحسين قبل لا يدفن، كرامة، قلت لك هذا ما يخلي كرامة إلى الإنسان، كرامة الميت دفنه. وترك الحسين، مشى عنه عمر بن سعد، ترك 3 أيام. دفن الحسين، خلوا الحسين في قبره؟ لا. كم مرة اعتدي على القبر وهدم وحرث وأجري عليه الماء؟ كم مرة؟ حين غرة من أهلها، متى؟ في يوم الغدير، بعد ماكو بكربلة إلا نساء وأطفال، كل هناك عند أمير المؤمنين، ودخلوا وارتكبوا الفجائع والفظائع وسفكوا الدماء في كربلة.
ما عندهم كرامة إلى الإنسان حي أو ميت. لكن رغم ما يفعل، هل قطعوا الناس عن زيارة الحسين؟ ايش سوى المتوكل؟ وصل إلى أن يقتل 9 من 10 من زوار الحسين، ما انقطعت الزيارة. ايش سووا في عدائهم إلى زوار الحسين؟ وإلى اليوم ما انقطعت زوار الحسين أبدا. تروح إلى حرم الحسين وتزور، لما تتكلم ويا الزائر يقول لك أنا أصلي عند الحسين صلاة الصبح، وأروح أصلي في مشهد العباس صلاة الظهر، وهذا زائر الحسين بعد إذا الله وفق بعد هناك جود الشباك ويبكي وينادي على الحسين يا حسين وينعم. ما تمكنوا، لذلك تشوف الزوار ما تنقطع، تزداد. في الزيارات الموسمية ملايين تذهب إلى قبر الحسين وتأخذ راحتك عند الحسين. لكن تعال إلى الحسن، إذا أنت تصلي عند الحسين وتصلي عند العباس، وين تسمع زائر من زوار المدينة يقول لك أنا صليت عند الحسن؟ إذا واحد يقول لك احنا بكينا اليوم سمعنا في حرم الحسين وقرأ لنا فلان الخطيب وبكانا، سمعت قط زائر المدينة يقول أنا بكيت في البقيع؟ سمع، هذه ظلامة، ظلامة إلى قبور البقيع. هذا الإنسان الكريم وهو الحسن والأئمة الذين معاه، الذين اللي يقول عنهم السيد هم آمنوا الناس من كل خوف وهم أطعموا الناس من كل جوع، ذلين وإذا بهم لا كرامة ولا حشيمة لا لهم ولا لزائريهم بعد. وإذا تروح إلى البقيع رمال وأحجار فقط، بعد أن كانت قبة خضراء ترى من بعد فراسخ، من قبل فراسخ من المدينة، كل عداء إلى أهل البيت. إذا عندك نعوة ويا الأئمة الليلة، هذه الذكرى اللي ما نذكرها في السنة إلا مرة واحدة، إلنا في البقيع قبور لكن مو مثل قبور، لا مشهد ولا حيور ولا زاير إليها يزور، إلنا في البقيع قبور لكن مو مثل قبور، لا مشهد ولا حيور ولا زاير إليها يزور. أيمتنا مشاهدهم في كل بقعة معمورة، الغري وبغداد وسامراء وفي كربلاء المبرورة، وإذا جينا البقيع نشوف كلها مهدمة قبورة، ولا خلت قبر لنا أياد الحقد ويا الجور، إلنا في البقيع قبور لكن مو مثل قبور، لا مشهد ولا حيور ولا زاير إليها يزور. شف اللي سعت للدار وانمدت على الزهرة وضربت حيدر الكرار، فرض الله وفي شهرة
مدت للبقيع اليوم وهدمت قبة الخضراء ولا راعت أبد حرمة للقبور وأهل القبور إلنا في البقيع قبور لكن مو مثل القبور لا مشهد ولا حاير ولا زاير إليها يزور هالقبور الله طهرها وكل من ضمته طاهر فيها الحسن والسجاد والصادق مع الباقور أمان الله عليها كيف يخاف يسلم الزاير بس يومي يومي عليها ويسلم بقلبها والحزن موجور إلنا في البقيع قبور لكن مو مثل القبور لا مشهد ولا حاير ولا زاير إليها يزور من ذاك الزمان لليوم دار الضغن بين أدوار إيش صار من ذاك الزمن لليوم دار الضغن بين أدوار سوى بالبقيع قبور أيمتنا رمل وحجار وصارت حسرة ممنوعة لا زيارة ولا زوار وملايك الله آمرها تهبط وبفناها الدور إلنا في البقيع قبور لكن مو مثل قبور لا مشهد ولا حاير ولا زاير إليه ظليمة زاير الغرقد ظليمة ما إليها حدود ظليمة زاير الغرقد ظليمة ما إليها حدود قبورا للنبي عنها زاير يا وسف مصدود جمرات ظلمة تبرد حتى طلعت الموعود يجي لقبور أجداده وفي أرض البقيع يزور شي يسوي إذا جاء إلى البقيع أسألك شي يسوي الإمام ها؟ اسمع الله يحفظ هذا الشاعر يكشف عن قبر مخفي وكل العالم تنظره عرفته يكشف عن قبر مخفي وكل العالم تنظره قبر ما حد عرف عنه وما تمكن كشف سره ينادي هالقبر هذا ترى قبر امي الزهراء شنو العلامة سيدي علامتها على خدها اللطمة والضلع مكسور أويلي لمن يجي لأرض المدينة يزور جدة ويزور أم فاطمة والقبر عنده في وين صاير قبرها ويزيد وجده
يبكي يا ويلي على القبر وتهل عينه. يجي الى قبر الزهرة وهناك بعد تبدأ شكايات فاطمة الى ولدي: يا ماذا فعل بي يا ولدي؟ بعد السان تعاتب ذيك الحزينة وتقول: يا ابني ما دريت اش صار بينا. تجذب الونة وتقعد الزهرة بقبرها تاخذ المحسن بيد وايد على صدرها تشكي لابو صالح لطم خدها وعصرها والصيح هذا شفعل حتى يسقطونه. قل للدار جاني ولخت شمن الله وعصرني كسر ضلوعي وسقط جنيني ولطمني رد ورفع صوته وعلى جنبي ضربني وجدك علي جالس تهل دموع عينه وبس ما طلعوا طلعت من خلف انادي خلوا علي الكرار لت يتموا اولادي رد الرجس لي وضربني على الايادي وبغصة متت يا ابني وضلعي كاسرينه. يلا عندك نعتب الى الامام نخوة الى الامام. طالت الغيبة والحشام من اشتعل نار ناك ما تدريش صار يوم الهجمة والدار حرقا وضربا وانبتا وبالصدر مسمى لطمة العين عظام يا ابو صالح مصيبة عاشت كئيبة عقوب ما كسرة وضلعها وانغصب حقها ومن فداك الاول منعها نخات وخطبت بيهم وما حد سمعها تمرمر وطلعت من الدنيا كئيبة. بعد ترى كثار إلى الإمام بعد جد الحسين إذا عندك نعي إلى الحسين. تنسى يا أبو صالح أبوك حسين منطاع راسا قطع وتلاقي فوه بزان ورماح اجمعوا على خيام الاعادي وبن سعد صاح اجمعوا على حريمه ذبح ليث الحريبه يا ويلي عجل ولا تنسى غريب ريب الغاضرية ويلي والحرة اللي
طبت المجلس طبت المجلس هدية مجلس يزيد ابن الخنا شراب الخمور آه ماذا يهيجك إن صبرت. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله في الدنيا والآخرة. اللهم من على مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بثوب الصحة والعافية، اقضي حوائج المحتاجين للدنيا والآخرة. اللهم نفس عن المهمومين وعن المكروبين، وفك قيد الأسرى والمعتقلين والمسجونين، وخلصهم يا رب العالمين. اللهم رد الغرباء إلى أوطانهم سالمين غانمين، سيما زوار العتبات المقدسة وحجاج بيتك الحرام، أرجعهم إلى أوطانهم سالمين غانمين. إلى أرواح أمواتنا أمواتكم من مات على الإيمان، سيما إلى أرواح الشهداء والعلماء وخدمة الحسين ومن مضوا من أهل هذا الجمع، للجميع نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.